طبعا المشاهد ممكن يقول، اللي بيشاهد يعني المنظر ده يقول ده بياكل، لا هو مش بياكل، ركز، هو مش بياكل. شوف الحوصله اللي تحت حلقه انتفخت قد ايه. طب هو يا ترى بيعمل ايه؟ الطائر ده ما بياكلش، الطائر ده بياخد الحبوب ده 150 حبه تقريبا، وبياخدها بمنقاره بيدسها في حلقه في تحت اسفل لسانه. بياخد كام حبايه؟ 150 حبه في المره. شوف راح بعيد جدا على بعد 15 ميل، يعني تقريبا 25 كيلو متر. بيعمل ايه؟ بيزرع الحب. بصوا مخلوق نشيط، اهو بيطلع الحب بيزرعه بقى مره تانية في ارض تانية، بيحط كل 10 مع بعض في مكان واحد ويحط عليهم التراب ويخبيهم بالحجر عشان ما حدش يجي ياكلهم بعد ما هو زرعهم. اهو ازرع ازرع 10 حبات، كل 10 حبات ويحط الحجر ويغطيها علشان ما حدش يعرف يوصل لها مره تانية. ويروح تاني وتالت ورابع، يروح ياخد حبات الصنوبر من شجرة الصنوبر الأبيض ويروح ياخدها ويجري يروح يزرعها مرة تانية. كل مرة تخيلوا بيعمل بياخد 30 ألف حبة صنوبر في الموسم على امتداد 100 كيلو متر يزرع الحاجات دي. لما الشتاء بيجي لما الشتاء بيجي الجليد بيكسو هذا المكان، وبيروح هو يعرفها، هو ذاكرته قوية جدا، ذاكرته قوية جدا، وبيقدر يعرف الأماكن اللي هو خب فيها رزقه اللي قاعد يحصله طوال السنة. طيب وبعدين لما بيجي لما بيجي ياكل بياكل، هو طبعا زرع مثلا نقول 1000 حباية، بيتذكر 700 حباية بس. من حكمة ربنا وجماله سبحانه وتعالى خلى الطائر ده ينفع غيره بما مقداره 300 شجرة من كل 1000 حباية بياخدها الطائر ده. يعني لما نحسب 300 في 30,000 شوفوا بقى ممكن الطائر ده يزرع كام شجرة في طوال العمر. شوفوا هنا كل الشجر اللي احنا شايفينه ده هو تقريبا من زراعة هذا الطائر كسار البندق.